بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فهذا الفيديو موجه بالدرجة الأولى لجميع التلاميذ إن شاء الله الرحمن الرحيم مقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا وكذلك الامتحانات الإشادية بجميع أنواعها. بعجالة سوف أقدم لكم يعني موقع التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم. هو موقع يحتوي على جميع الامتحانات السنوات الماضية. يمكنكم بطبيعة الحال تصفح هذه المواضيع وكذلك تصفح عناصر الإجابة. دونك على بركة الله، سوف بيان سور نقوم بكتابة سي ان او او بيان سور في جوجل. جو طاب جوجل بيان سور. سوف اشرح اضع رابط الموقع في الوصف. فالموقع هو يعني كالتالي كما تشاهدون، مواضيع امتحانات الإشهادية بطبيعة الحال. دونك سوف نلج إلى يعني الموقع. هنا كما تلاحظون مواضيع امتحانات سنة ثالثة إعدادي الابتدائي وكذلك الامتحان الجوية وكذلك امتحانات البكالوريا. فيمكن اختيار بطبيعة الحال الامتحانات المراد الولوج إليها. سوف أختار على سبيل المثال امتحانات سنة ثالثة إعدادي. سوف تظهر لنا هذه النافذة. سوف نقوم بداية باختيار الجهة. مثلا سوف أختار جهة الرباط الأنيطرة للإشارة هنا. فبطبيعة الحال يمكنك اختيار امتحانات ما بين 2008 و2015 أو ما بين يعني 2015 إلى يومنا هذا. دونك سوف أختار مثلا الرباط الأنيطرة. سوف أضغط بعد ذلك على نعم. ثم سوف نختار المادة. يمكنك اختار أي مادة، فمثلا الرياضيات كما تلاحظون، الرياضيات باللغة العربية الرسميون الموضوع المكيف، وكذلك الرياضيات باللغة العربية الموضوع العادي، وكذلك الرياضيات باللغة الفرنسية الموضوع المكيف والعادي. دونك يعني حسب طبيعة كل تلميذ سوف تختار بطبيعة الحال الموضوع المراد تصفحه. سوف اختار مثلا الرياضيات باللغة الفرنسية، ثم بعد ذلك نضغط على نعم. بعد ذلك سوف يعطينا بطبيعة الحال اختيار سنة. سوف اختار مثلا سنة 2022. ثم بعد ذلك، وملاحظة مهمة جدا، يجب هنا الضغط على الموضوع حتى يظهر او تظهر لنا الموضوع باللون الازرق، الموضوع بالازرق وعناصر الاجابة كذلك. فسوف نضغط على الموضوع او على عناصر الاجابة حسب رغبة كل تلميذ. وبعد ذلك فكما تلاحظون الموضوع. باختصار اتمنى ان يكون الفيديو يعني قد أفادكم. بطبيعة الحال لا تنسوا مشاركة الفيديو مع زملائكم وأصدقائكم حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.